السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم معنا في قناتكم قناة تعيار ديزل. ما زلنا مع الفيديوهات تاع لوتومات مين دراي بي اس 230. اليوم راح نشوفو كيفاه نبدلو لي كيف تاعنا. اليوم كيفاه نشوفو كيفاه راح نبدلوه. باه تبدل لي كيف تاعك تروح لوتومات، تروح للجهاز تاعنا كيما راك تشوف هنا، كليكي على رومبلاسي هذه، كليكي هنا كون تشوف دوك القامام لي كيف تاعنا هادو كل مسخين. هاك تشوف هنا هنا اللون لي اللون تاع الاحمر معناها راهي مسخة، والبيضة هادي راهي نقية. دوك انا حاب نبدلهم بكل، حاب نبدل هاد لي كيف في 8. نجي هنا نكليكي على الان 2 3 4 5 6 7 وكليكي عليهم في 8 كيما راكم تشوفوا هنا. نقدر مثلا نحب نبدل وحده برك، ولا نبدل زوج مثلا، نقول حاب نبدل الاولى والثانيه والثالثه والرابعه برك. هذو كل ما نبدلهمش نورمال، تقدر تبدل عادي، المهم تقدر تبدل الشيء اللي تحب انت. انا مثلا حاب نبدلهم بكره، كليك عليهم في 8 ومن بعد نكليك على ديماري. كي تكليكي على ديماري لوتومات ديريكتوم راح يديك للاولى هذه. ها دونك نروحو لوتومات تاعنا نشوفوه، نحلو البلاطو تاعنا. ها كون تشوفو تلقاها هاي في الاولى، نعاود نحيو الاولى هاي تاعنا. هاذي ديجا هي تعبت بعد عليها، راك تشوف فيها النسخة، نحيوها ونجيبو وحدة نقية، وحدة جديدة، ونعاودو نحطوها في البلاصة تاعها. ديما تأكد بلي هاد المسامر هاذو يدخلو في بلايصهم هنا. ومن بعد كي تحط لاكيف تاعك الثانية، هاد الأولى، تروح تكليكي على روم بلاسي. كون تشوف هنا ولات اللون تاعها ولا رمادي، هاك تشوف فيها هنا صافي، يقولك في طور التبديل. وتشوف هنا صاي تبدل تاو داك ديريكتوم وداك الثانية. دوكا نروحو لوطوماط نلقاو في الثانية، هاك تشوف فيه في الثانية. نعاودو نحيو الثانية وندير وحدة جديدة، كيف كيف نعاودو نروحو نكليكيو على روم بلاسي. اوكي ديك التروازيام كيف كيف نبدلوها. نعاودو نكليكيو على روم بلاسي، يديك الكاتريان. ومن بعد كليكي على روم بلاسي، أني بدلتها صاي كون تشوف في الكاتريان دركا نبدلوها. كليكي على روم بلاسي هاذي، أوكي ديك السانكيام، نتبعو خطوة بخطوة خير. هاي السانكيام تاعنا بدلناها، ندير وحدة جديدة. ديما تأكد من المسامر هذا تاعك، قادر تحطها معوجة ولا حاجة هاكا، لازم ديما المسامر هذوك تأكد بلي دخلو في البلايص تاعهم. ومن بعد كليكي على روم بلاسي، اوكي ديك السيزيام. ايوه نحطو وحده جديده، ومن بعد كليكي على روم بلاسي ديك السبعه، نحيو السبعه هذه، نحطو وحده جديده. لاكيف تاعك ديما حاول تحكمها من فوق، من هنا هكا خاطر بها هذا يجي تحت ما يتوسخوش. ومن بعد نكليكيو على روم بلاسي، يدينا دويتيان دركا لخرا.
نحيوها، نديرو واحدة جديدة نضيفها، كي تحط الويتيام كي تعاود تحطها دوكا نقفلو لاكاج هذا، نسكروه، نقفلو الباب هذا. وراهو كليكيو على رومبلاسي دوكا، هادو كان لي كيف تاعنا كل بدلناه. دوكا تكليكي هنا على لير لي كيف هاري ها صافي، نقولو اقراه نشوفهم اسكو ملاح نضاف ولا مش ملاح. تكليكي هنا على لير لي كيف دوكا يقولك ها اوكي، او قالك سكرتي الباب هذاك ولا ها، كليكي على اوكي. نصبر شويه برك دوكا يقراهم. كيما راك تشوف هاهم ديجا خرجو الكولير تاعهم ولا تقول ابيض صافي، راه مقيين تقدر تخدم بيهم نورمال. كي تكمل خلاص كليكي على كيتي هنا هاهي سيب، هنا كالي كيف تاعك راه مقيين ها كون تشوف هنا، تعاود ترجع لهم تلقاهم نورمال. نتمنى يكون عجبكم الفيديو و ادعيو لنا معاكم ربي يخرج علينا، والسلام عليكم.